نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، وباعثها مستمع من هناك يقول: أخوكم في الله علي عبد الحميد مقيم في حائل، سبق وأن عرضنا له بعض الأسئلة، وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: لي أخ لا يصلي ووجهته كثيرا إلا أنه يصوم شهر رمضان، ونصحته لعل الله أن يقبل منه صيامه ولكن دون فائدة، هل يقبل الصيام بدون صلاة؟ وكذلك زوجته وأولاده لا يصلون، فما هي نصيحتكم لي ولهم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصلاة هي عمود الإسلام والركن الثاني بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، على هذا يكون كافرا. قد قال الله تعالى عن أهل النار حينما يسألون عن سبب دخولهم النار، يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآيات، فبدأوا بالسبب الأول وهو ترك الصلاة والعياذ بالله. والأدلة في هذا الموضوع كثيرة، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا يصح منه صيام ولا أي عبادة حتى يقيم الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، كما أن البيت لا يقوم إلا على العمود، كذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. فعليك أن تواصل النصيحة لأخيك، وأن تلح عليه وتغلظ عليه وتنكر عليه، وكذلك على أولاده وأسرته، وأنت مأجور في هذا، وهذا أخوك، حاول لعل الله أن ينقذه من النار بسببك. نعم.